أصدرت القنصلية العامة للجزائر بجنيف مؤخرا بلاغا يبعث على الاستغراب، والذي يدعو المواطنين الجزائريين المقيمين بسويسرا إلى التبرع قصد مساعدة بلدهم المنهك بفعل الإدارة الكارثية للأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا. وفي هذا البلاغ العاجل أطلقت الجزائر نداء يستجدي بتوسل كرم المواطنين المقيمين بسويسرا والراغبين في تقديم مساهماتهم المادية أو العينية من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 في البلاد. فإذا كان من الطبيعي والإنساني أن يتم التعبير عن التضامن وتنظيمه في زمن الأزمات والصعوبات على غرار تلك التي نعيشها حاليا، إلا أن دعوة للتبرع العمومي صادرة عن بلد بترولي لا يتوقف عن التباهي بامتلاك المنظومة الصحية الأفضل في إفريقيا بل في العالم يظل أمرا غير مسبوق. ويبدو البلاغ المثير للقلق الصادر عن القنصلية العامة الجزائرية أكثر إثارة للدهشة عندما نعلم أن البلاد تواصل إنفاق ملايير الدولارات في شراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل إخماد غضب الشعب الجزائري وتغذيه قوة الضغط المعادية للمغرب عبر العالم وتمويل ميليشيات البوليزاريو الإرهابية. وبحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، فإن الإنفاق العسكري الجزائري خلال عام 2020 بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية في سباق التسلح. فلماذا هذا الاستجداء الجزائري من مواطنين يكدون في الخارج؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.